يا عدل ونلت مفاخر الزمن رفعت الرأس يا عدل ونلت مفاخر الزمن صمت صمود شمسان تصد كحافل العبر صمت صمود شمسان تصد كحافل العبر رفعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن رفعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن صمودك أبهل الدنيا وصاغ المجد للوطن صمودك أبهل الدنيا وصاغ المجد للوطن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن صمودك أجهل الدنيا وصاغ المجد للوطن صمودك أجهل الدنيا وصاغ المجد للوطن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن. إنها عدن قصة مدينة غيرت مجرى التاريخ وقدمت في العام 2015 أروع الأمثلة في التضحية والفداء ضد المحتلين والإنقلابيين والمتمردين وميليشياتهم. وقفت عدن بشبابها ورجالها ونسائها للدفاع عن كرامتها وارتوت تربتها بدماء الشرفاء من أبنائها الذين هبوا من كل حدب وصوب للدفاع عنها. عن قصة مدينة إسطورية صمد أبناؤها في وقت ذابت فيها جيوش. في بداية شهر مارس من العام الماضي كانت عدن على موعد مع مرحلة فارغة في تاريخها، حيث اجتاحت ميليشيا الحوثي تساندها قوات صالح عدد من المحافظات حتى وصلت عدن. استخدمت القنص والحصار والتهجير وقطع مياه الشرب والكهرباء وكل مقومات الحياة بهدف تركيع هذه المدينة، ومع سيطرتها على مدينة التواهي حتى عمدت على منع وصول المساعدات إلى النازحين في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية. أمام كل هذا الإجرام كانت هناك مقاومة سطرت أروع الملاحم البطولية وتصدت بحماس منقطع النظير، كبدت فيها العدو خسائر فادحة. اليوم بعد التحرير نفضت عدن غبار الحرب واستعادت نشاطها وحيويتها بشكل تدريجي رغم الألم. مشاهد من الدمار، إلا أن هناك نشاط مدني أعاد تطبيع الوضع في مناحي الحياة. يروي لنا البطل الجريح باشا راحيل قصة معركة السفارة الروسية التي سقط فيها جريحا بعد إصابته، لكن عناية الله كانت لهم في المرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. العقيد ملاح محمد عوض باشا راحيل من مواليد 1994، أحد الشرع النفسي، أب ووالد لولدان وابنه، والحمد لله من سكان خور مصر ومن المقاومين الذين صمدوا ضد الطغاة بحكم إني عسكري والذي خبر عسكرية. كنت ألاحظ تواجد الحوثيين وتدخلهم إلى عدن عبر مجموعات، وبحكم إني أفهم على طول إنه كان لهم مغزى في هذا، وهو تجمعات ولهم كان أهداف وأبعاد لهذا، وكنا ندرك هذا، ولكن للأسف
ما كان حد يسمع الاصوات، لماذا هذول هكذا او هكذا. منسف كان الموضوع منسف، ولكن كان في تواضع وفي تساهل. لا نحن لا نقول لو هذلنا الحقائق فهو تكون فضايح يعني بامانه. ما يا حبذا لو نتكلم كلام المنطق ما قلت مره ومره صح. واما حساس التخاذل والخذلان والاخذلان، والا كل احنا عارفين انه كان في تواضع وكان في تاخير وكان في تعمد في اشياء كثيره، ولكن الحمد لله كان يوم 19/4/2015 هو يوم الحسم تقريبا. يوم ايوه يوم يوم قال ابناء المخزن لا كفى لن، لانه لو عاد كنا صبرنا كان التعزيز قادم. هم يتعزلوا عبر مناطق ابين ومناطق اللحم، وكان يتعزلوا يزلوا. فلو عاد كنا صبرنا كان التعزيز اقوى وكان الكارثه اروع. فقررنا انه لازم نقول لهم لا هنا كفايه كفى كفى ايوه. فمن هنا في تاريخ 19/4 قام الله في حج ابا ذر الغفاري في الهجوم على السفاره الروسيه. انا معاكم الى هذا التاريخ 19، يعني من قبل كنا في مناطق، كنا في مضار، كنا لكن انا عن نفسي الى تاريخ 19/4 اول ريح في هذا الحي، وبعدها خرجوا ابناء حي ابا ذر الغفاري كامل وهجموا على السفاره الروسيه وهجموا على عبد الله منصور. فاول بدايه الهجوم كنت انا اول ريح، وبعد 3 ساعات قالوا انه اول مليح كان السيد فواز باشراحي اللي هو اخي بالرسم هذا بنفس الرسم هذا نعم. وبعدين خرجوا شباب حي ابا ذر الغفاري وشباب سليمان نفسي حي السعاده حي السلام كلهم على المرسل، ولقنوا الحوسه درس لا 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 يعني نعم. كان في هذا اليوم تقريبا 19 شهيد او 14 شهيد 14 شهيد في هذا اليوم تقريبا ايوه. فهذا يعني اليوم قدمت حي ابا ذر الغفاري قدم اكبر الشهداء في هذه المنطقه، وهرب الحوثيين الى البحر الى البحر من خوفهم هربوا الى البحر، ومنهم من هرب الى سوريا عدن وتابعوهم والحمد لله. أسلحة الشباب كانت بسيطة اللي هي آلي روسي معروف، وبالنسبة لهم كان يقول معهم قناصة، والقناصة راح ضحيتها كثير من الشهداء، وقناصة محترفين كمان نعم. ومعهم أسلحة اللي هي الهام، لا بالنسبه للهام عاد ما وصلنا لمرحلة الهام في هذا اليوم. انا اتكلم عن رجولي ايوه. من بعد ما دحروهم في تاريخ 19/4/2019 بعدين اجاهم الدعم بشكل فظيع من سوريا ابلين من سوريا دعم كبير يعني نعم. واقصاحوا خلصت ثاني مره، وحسب ما قال لي كمان انه اهلي وهذا كمان انزاحوا الى المنصوره ايوه. بس كان بدايه الحرب الحقيقيه واستواجه بالاسلحه بجميع الاسلحه هو كان يوم 19/4/2015. لا تجويش التاريخ اكثر من فوق 2015 من هذا الحي
نقدر نقول كان بداية حرب مواجهة ضد الخوارج ضد الاحتلال الحوثي لعدن. فلهذا اليوم نقدر نقول انه ابناء خور مصر من حي السعادة ومن حي ابا دار الغفاري وحي دار السلام ونصر عام ابناء خور مصر لهذا اليوم هم من قالوا لا كفى لن نسمح بالازدياد وتواجد الحوثيين وتجمعهم بهذا الشكل. فهذا اليوم نقدر نقول انه هي بدايه الحرب الحقيقيه مع الخوارج والحوثه في دخولهم عدن. نقدر نقول حسب ما قلنا ان في هذا اليوم كان أذن في المساجد في خور مصر، مساجد خور مصر بعد الرحل أذن في الاستشهاد السيد فواز بشراحيل. جميع المساجد في خور مصر دعوا إلى الجهاد وخرجوا الشباب من سوء فجر عميق، وكان أقوى تواجد لأبناء خور مصر حفظهم الله وهجموا على سواد الروسية وبيت عبد الله بن منصور وكان هو بارزا. حسب قيل لي انه جاهم الزعم من سلاح ابيان من القوات حقهم سلاح ضالع من سلاح لاحق من سلاح ابيان واجتاحوا وخور مصر كامل وكان في وانزحوا اسرتي وانا كنت مصاب حتى انا من فنزا هربونا تهريب من فنزا. كان الصل يدفع او يكون عند قائد المقاومه سليمان الجابخي عنده علم انه من هنا ومن هنا ومن هنا. فاللهم نحن هنا في هذا اليوم كنا يعني إذا عاد استمرينا في التخاذل والسفوس كان تواجدهم بيكون أفضل وقواهم كان بيكون أفضل، ولكن الحمد لله دافع الانتقام يعني ما دافع الانتقام من الخان. كان سواد الروسية بن عبد الله بن منصور عبارة عن ما خلى لهم يعني بعد ما أزيحوا من السفارة نعم طردوا من هذا حاولوا ينتقموا بأي شكل. نعم 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 كان في انتقام من المواجهات وخسروا اشياء خسروا ارواح وخسروا عزاز حقهم. لا في هذه اللحظه انا كنت في المستشفى الجمهوريه ودخلوا وقتلوا بعض الجرحى وقتلوا على وانا هربونا السلام حقي هربونا المستشفى. بعد اسمع قصص بس بحقني ان انا احصيها. نعم. نحن في هذا اليوم في تاريخ 19/4/2019 قررنا ان نهجم على الحوثة بالسواد الروسية والعبد الله المنصور من هذه الحل. معهم معنا هذا الشارع واحد والشارع الثاني والشارع الثالث. المهجمين إلى السفارة الروسية وإلى بيت عبد الله المنصور حيث تواجد الحوثة وكنا كانوا شباب الحرس جميعا كانوا عبارة عن مجموعات من 5 من 10 ومتفرقين حتى لا ينضربوا بالهاون أو بالبيبي أو وكنا نسترق نسترق المكان سرقة ونقوم بعمليات الخير والفرق. كل فرقة لها قائد؟ لا 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 ما مش القائد مش الفرق هذا القائد الفرق الكبيرة. نحن كنا أول حاجة فوق الضرائب هذه الضرائب بعدين فوق المالية كنا نتبادل فوق الرصاص. نعم أنا ومعيش المجموعة
نزلنا لما نزلنا الخبر والغزال من فوق قالوا، لكن انا حاولت ان استرجع واعطي هبه للشباب واعطيهم قوه انهم لازم، لكن ما قدرت والحمد لله اصابتي اعطونهم بسرعه، بعد اصابتي اعطونهم بسرعه وهزموا بدخل سلس يعني قوي. بارك الله فيهم. الفقاعة دخلت من الأنف وخرجت من الرقبة، وبعدين جاء ابني وابن سليم حملونا وأعطونا الفقاعة الثانية هنا. أثناء سقوطك؟ أيوه قبضونا كانوا حاملنا. حملوك أجت الثانية؟ أيوه أعطونا الفقاعة الثانية فيها بالأرض وسبحان الله أجتنا. نعم أجتنا. أجتنا مسخوري. فتحوا لنا دم. لغط. نعم لغط ضربة قوية هنا. متعمدين انه القضاء عليك؟ نعم ايوه ايوه. كنت لابس مدني؟ لا لا مدني، بس كان هم عارفين من انا. لانه في ناس من الحافه كانوا مني مع احترامي لنفسي. كانوا يرجعوا يروحوا يسجلوا يرجعوا يقولون صدر خلاطين. استخبارات كانوا يشتغلوا معهم. هذا هم عارفين من هنا ومن هنا ومن هنا، هذا كلهم. وبعدين لما بدوا الحوزه هجموا وقال لهم قوه كبيره ايوه بدوا يدخلون في السيارات يقصروا الجرحى. نعم فاروا الكرائم حقي وخرجونا من المستشفى. نعم. خرجوك من المستشفى انتقلت بعدها الى الى 22 مايو. وهناك تم وهناك برضه ما كنت نافع من العلاجات. يعني كانت الضربة أو الطلقة والإصابة كانت خطيرة لدرجة إنه ما مش بذاتهم المرحلة هذه الأطباء وهذا ما كانش بذاتهم صلحوا لي حاجة. إذا كان الأمور إذا كانت الأمور بتستمر على ما كانت عليها قبل 13/4/2015 كان الحوثة بيتقووا أكثر وعاملين على دعم الجبهات حقهم الداخلية بأقوى الأسلحة بأقوى الرجال، لكن الحمد لله إنه كان هذا اليوم بأمانة، كان هذا اليوم لمسة لانتصار المقاومة في الجنوب. هذا اليوم يعني من يزعل يزعل، ولكن هذا اليوم هنا يوم ما وصم أبناء وصل بالصلاة وقالوا كما هذا اليوم خذ مقصد وشباب خذ مقصد ومقاومة أبناء خذ مقصد هم من أفصموا إنه عدن سنستقل. الحمد لله أفصلت ونفسي إذا ما نقع عليك واحد الجنوبيين، هذا هو كلامي. أما الموقف المضحك هو هنا في هذا المكان، أنا والشباب قبلنا هنا ولقينا قبلنا من ناحية أن تقضوا. أسألنا مضحك وهو في نفس الوقت لأنه كان ظهور حنا منا. نعم. أما اللي شفناه ما قد شفناش ابدا يعني ماساه 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 حقيقيه يعني. ايوه وما يجوز انه نتحدث عنها. رحم الله الشهداء وسوى الله الروحه وسامح الله من الخالد بهذا الحرب وجزوا في بيوتهم، والان يريدون مناصب ويريدون مكاسب ويريدون الفلوس. نعم نعم. الرسالة هي أن أستفيد من الجلوس، الرسالة هي أن أستفيد من الجلوس يا شعب الجنوبي. كفى شعب مثقف، شعب فاهم، شعب مثقف، شعب فاهم، شعب مثقف. كفى أستفيد من الجلوس في سبيل أن الأجيال القادمة يعيشوا. أجلنا شافوا مأساة
نحن كمان صرنا مأساة من 84 ل 94. إلا 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 ليش؟ وين؟ لا سمح الله وأنا في هذه الحالة وصرنا حوثي أو عفاسي أو من أي دولة أخرى على الهجوم على عدن فإني سأقاتل، هذا لا محال يعني ما في المأخرة. آمل من الرئيس عبد المنصور أن ينظر بنظرة الرحمة إلى الجرحى المرميين وأرسل الشهداء. والسلام عليكم. رفعت الراس يا عجلي ونلت مفاخر الزمن، رفعت الراس يا عجلي ونلت مفاخر الزمن، صمت صمود شمسان تصد كحافل العبر، صمت صمود شمسان تصد كحافل العبر. رفعت الرأس يا عجلي ونلت مفاخر الزمن، رفعت الرأس يا عجلي ونلت مفاخر الزمن. صمودك أذهل الدنيا وصاغ المجد للوطن، صمودك أذهل الدنيا وصاغ المجد للوطن، رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن، رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن. صمودك أذهل الدنيا وصاغ المجد للوطن، صمودك أذهل الدنيا وصاغ المجد للوطن، رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن، رعاك الله مكتسحا شرور الغدر.